طقس كتير حلو، الشمس عم تطلع، برودات روعة روعة روعة، امبارح عشية كان برد شوي، اضطرينا نحط الهيتر. اليوم الصبح منقلع من زحلة all the way لا عنجر ورجعين شوي على شتورة، أكثر من 20 وقفة بتسعة لعشر دقيقة بزحلة، والقضاء كله سوا. شو فيكن تعملوا؟ وين فيكن تاكلوا؟ وين فيكن تناموا؟ ومين الأشخاص الأبطال فينا نلتقى فيهم؟ مشوار بيبلش. أول وقفة كنيسة قديمة مشهورة كتير وعندها خبريات كتير مهمة، من برا بتشوفوا حجر بنايات حواليها ويمكن مش عاطيها قيمتها أكتر، بس هيدي الكنيسة لعبت دور كتير كتير مهم بوجود زحلة. بير جورج بونجور. بونجور، قالوا لي هون كيفك أنتوني؟ أساس، هاي أساس المدينة أكيد، يعني أول كنيسة تعمرت بزحلة هي هيدي الكنيسة، وهي كنيسة عجائبية يعني. هلا من خبرك كمان جوا هيك منفرجيك الأيقونات والناس كلها سوا. أنا بعمل من هيدا البلاط القديم، البيوت القديمة معمول من سيمون. بالانجليزي a happy place، محل بنبسط فيه، برتاح، بحس حالي بالبيت، باكل منيح وبيطلع بالي مفل. اسمه الخان المقصود. اذا بعد ما جيتوا لهون مرحين حالكم كتير. نومي وين؟ لا بلاس اوتيل على الطريق البرداوني، محل ما صلنا يومين بنبرم، قدام هالبيوت القديمه لا بلاس. عبر رواية بتوع الصبح على منظر البيوت القديمة وزحلة نهار الأربع الصبح، شي خويت سانرايز، شوية غيوم، عشقة كتير خفيفة، الناس عم توع على الشغل، وهيك ببلش نهار. جيبك على زحلة اليوم؟ قالوا لي في أربعين طيب زحلة. يا بعدك يا بابا، تبلدي عيط، الله يوفقك. جاي لعند ملك الأربعين، وين جاي؟ كل ما أرجع زحلة برجع بقطع بهيدا السوق، من أحلى أسواق لبنان، تقريباً أكثر من يمكن 200 متر، رائع، بس للأسف مسكر. عم نحكي عن حجر قديم، عن بواب صغار واحد حد التاني، عم تتخيلوا هيدا السوق اذا رجع انفتح شو بيقدر يعمل ضجة؟ عبينا ننشط البلد، خلينا ننشط الاشياء القديمة طالما هلا قصة على الموضة، فيلا ايد بايد هالسوق لازم يرجع. صباح الخير، هيدا نحن هلا بوسط داير مرليس الطوق زحلة، يلي هو تابع من أديارنا للرهبنة البسيلية شويري اللي مركزها الأم بالخنشارة. بلشت رهبنتنا بالمرحلة التأسيسية 1696-1710. هيدي اللبنة بلدية كتير طيبة. نسمع؟ هذه الأرضية عجينتي كريمة بسكوي، مش عجينة. بتعرف أرض كتير مهمة، مظبوط، ما فيها سكر أبداً أبداً ولا شي سكر، روعة فيها الحين الأصل. أتشعر من الكريب مع عرشة، جارب من كامل. هاي أنتوني، أنا اسمي ماريان، عندي براند ماما لينا، الماما اسمها لينا، حبينا نفرجيك شو في عنا. بنعمل كل شيء سولت، سويت، أساس فيك مجففة، وعنا التاتش تبعنا أكيد. عنا
اكثر من 150 برودكت. سو خليني بلش شوي واعطيك فكره شو في عنا. عنا الهاني ماسترد صوص، عنا سويت تشيلي باربيكيو، سلاد دريسينج، تاباسكو، عنا توميتو بيست، عنا كمان جامز، عنا كابش، عنا اورما اولفس على انواعه، فتة، لبنه، كل شيء. عنا جامز، عنا مانجو، عنا بانانا، سينامون جام، ستروبيري شوغر فري ومالبيري كمان. عنا تين مع مكسرات، تين مع عود، عنا مينت باودر، عنا بينات باتر كتير مشهورين فيه كمان. والسيكناتشر تبعنا هي هيدا التيشو مثل ما بيقولوا الفابريك، اوكي، واللوجو تبعنا. هون طوني مخيل عزيز، عنا فرن مصلحتنا، فرن النايش بارك انت والمصلحة هون فرزو صاري، وشغلتنا بتعرف شغلتنا بالنقيش يعني. نقيشه طيبة، عجينته كتير طيبة، قديش رقيقة and very fluffy، فمانا معظمة مكوناته كتير غنية كتير كريمة. ياي هاي سمينة خوي very nice. Very good job. أهلا وسهلا فيك بالفرزول. هون خماري تعرق مهنا بالفرزول. العنب بس يجي لهون من نعصره بينزل لهون بيتخمر 14 يوم، بيروح الحلى من العنب، بيصير حليه صفر. ساعتها بصير فينا نسحب الكحول منه. طريقة سحب الكحول هلا برجيك على الكراكيت هنيك. شو في عنا اشي حلوة بلبنان وما معنا خبر؟ بنحكي عن البقاع، درسني هاي المدرسة كتاب تاريخ وجغرافيا، بس البقاع أكتر بكتير من الزراعة. مظبوط الخضرة والفواكه ومناكل منها كلنا، ويمكن منصدرها كل بلدان العالم، بس البقاع هي بعلبك، هي نيحة، هي القلع، هي عنجر، هي كتير اشياء، تاريخ، تراث، حضارات قطعت من هون. الجبل على الشمال، الجبل على اليمين، والجيوش، ميات الاف الجيوش قطعت من هون وتركت وراها ارث حضاري كتير مهم لازم نحافظ عليه ونعلمه لأولاد. نحن وين؟ بنيحة، واحدة من اعلى النقط. كل الطعمات موجودة، شو بتريدوا؟ مد، وسط، حلو. داني خوري من ضيعة نيحة البقاع، نحن بنعمل مونة من جميعهم بنعمل. نحن اليوم هلأ بمغاور الحبيس، هي مغاور بيعود تاريخها للحقب الفينيقية. وهون ورانا في عنا شوية أثارات، هون نسميها بالفرزول كرسة الملك والملكة. عنا معصرة زيتون، وعنا فوق لصناعة الخمر، في عنا قبل الميل الثاني مقابر للفينيقية، وأثارات يعني قديمة جدا. ما في كتير دراسات حول تاريخ المزبوط والأشخاص والحضارة المزبوطة اللي كانت عايشي هون، بس إنما بيعود تاريخها لأيام الفينيقية. مكان أثري وتاريخي أنا أكيد 99% منا بلبنان ما بيعرف عنه، هو واحد من ألاف المطموم والمبين. شو عنا شغل تنحافظ ونترك شي لأولادنا. من 1979 هاند ميد فرايز. ليش؟ لأن العائلة عم تشتغل جوا، إن كان البطاطا ليه بتقروش أو الكبة أو النية أو هالقعدة اللبنانية حد الأثارات براس الجبل بالفرزول مع كل هالفيو لتحت بيستقبلوكن إن كان غدا أو إن كان عشاء. مرمتنا متكفي، فقلت بوقف بكل اللي متكبي شوية حمش. تعرفوا ما أكلنا شي من الصبح. قلت
ريتا مراد مرشاية الفخار سكان الفرزور، عندي محترف متواضع للصابون، بعمل صابون حرفي طبيعي منه صناعي، ومش معمل كبير ولا مصنع كبير، كله محترف صغير وكله هاند ميد. جبل أخدتوه وزبطتوه صح، فيه مطاعم، فيه نومي، فيه إيفنتس، فيه أكتيفيتيز، فيه ليك، فيه كروم، بلس فيه شيء اسمه زحلي تورز اللي هو كل شيء خاصه بالرحلات السياحيه بمدينه زحلي. وي اورجنايز ذس ثينج، زحلي سيتي تور، واينريز تور، زحلي هايكنج كلوب وكذا، جربنا نعمل هاب توريزم هاب بالمدينه وكله بيوصل. اخذنا زحلي توريزم تو ذا نيكست ليفل. يس اكزاكتلي. واحد بيوصل على البرداونه وبيضل مطالع بالجبل بين الوديان وبيوصل على محل بيشوف الجبل كامل فيه الوان. هلا عم بتعتم بس الالوان الخريف بتعقد، ما في سيارات هون، البيتون مزبوط، التراب، اللافوند، الحجار، وهالستراكشر الخشب اللي بعتقد كل انسان حلمه يعمل بيته هيك. واو. زحلي والقضاء وهدية على برمناهن تقريبا شي 12 او 15 ضيعة، فيني اخبركم فيهم كتير بعد دين عمل. لبنان احلى بلد بالعالم، وهيدي المنطقة اللي مش اخدها حقها كتير، لان دايما برجع بقول انه نحسات لحنا بنقول بقاع بنقول زراعة، بس هي اكتر بكتير من هيك، هي ناس شباب، هي سياحة، هي محلات اثرية كتير قديمة، هي اوتيلات هلا عم تجي اكتر واكتر، وهي حب طالع من القلب. الميزة بلشت هون، بتعرفي بالوادي، انا بقول لهم الحمص عندهم، خلينا نعترف بالموضوع.